أفاد مراسل إكسترا نيوز بوصول بعض الحافلات من القافلة الثانية التي أرسلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى معبر رفح تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. وكان التحالف قد أعلن أن القافلة الثانية تحتوي على أكثر من 500 طن من المواد الغذائية و175 طن مياه، بجانب ما يزيد على 14 طنا من الملابس والبطاطين وأكثر من 130 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة. لليوم الثاني على التوالي شاحنات القافلة الثانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأهلنا في غزة مستمرة، والمرة دي حوالي 35 قاطرة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية بمشاركة العديد من مؤسسات التحالف. امبارح الحمد لله شاركنا ودينا مساعدات لأهلنا في فلسطين، النهاردة برضو بنودي مساعدات، ودايما مستمرين ان احنا نودي مساعدات، وبنحاول على قد ما نقدر احنا نودي الاحتياجات بتاعت الفلسطينيين اللي بتطلب منها عن طريق الهلال الاحمر الفلسطيني. قدرنا ان احنا الحمد لله نطلع النهارده بمساعدات طبيه، مساعدات غذائيه، وبطاطين ومياه وملابس. طلعين باتنين تريلا، الحموله الواحده 25 طن، حوالي 50 طن. طبعا نوعنا المساعدات بتاعتنا، اتكلنا قوي على الادويه وادويه النزيف والعمليات الجراحيه، والاخص طبعا ادويه الاطفال، معانا عدد كبير جدا من الادويه. بنك الشفاء بيساهم بالمجموعه الثانيه، يعني الدفعه الثانيه كان امبارح في تريلتين، والنهارده في تريلتين، ولسه في باقي تريلات كل يوم هتتحرك مجموعه ان شاء الله. المشهد ده بيأكد الدور اللي بيلعبه التحالف الوطني في دعم اهلنا، والاهم تحقيق هدفه في رفع المعاناه عن اخواتنا. الحكايه مش مجرد ارسال دعم مره وخلاص، لا، الحكايه ان الدعم موجود ومستمر على طول لحد ما تشهد الاوضاع في غزه تحسن كبير. معانا 10 شاحنات من صناع الحياه محملين بالأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الأطفال. جمعية الأرمان مشاركين في اليوم الثاني على التوالي بعدد 11 شاحنة مقسمين كالآتي: 5 بمستلزمات طبية و6 شاحنات مواد غذائية. القافلة النهاردة بتضم كافة المساعدات من غذائية ومستلزمات طبية وكافة المستلزمات اللي يحتاجها أهلنا في الوقت الحالي على الجانب الفلسطيني. مشاركة مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني بعد بحزمة من المساعدات بتشمل اللي هي برضو المواد الغذائية والعينية وكل ما هو يلزم الاحتياج هناك. القوافل دي انطلقت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار سعي مؤسسات التحالف وبذل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة اللي بيشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للتحالف داخل وخارج مصر.